الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم خارج الصندوق هذه هي الحلقة الثانية التي نتحدث فيها عن الإلحاد والإيمان بوجود إله فكرتان متضادتان وهما فكرتان سائدتان ليس فقط في الوقت الحالي ولكن منذ بداية التاريخ بالنسبة للمؤمنين الإله يتصف بصفات أساسية فهو كلي العلم كلي القدرة كلي, كلي الوجود لا تقف أمامه أي عوائق ولا يقف أي حائل أمامه كذلك يتصف الإله ليس فقط بالقوة المطلقة ولكن بالحب المطلق بالرحمة المطلقة أيضا ولكن في وجود الكثير من المشاكل في العالم القديم والحديث بدأت أصوات تتعالى وتقول هل هو كذلك فعلا؟ للإجابة عن هذا السؤال يسعدني اليوم أن يكون ضيفيهما شخصان عندهم اهتمام بالدين ولكن هم ليسوا من رجال الدين إطلاقاً لا توجد لهم صفة رسمية كرجال دين اطلاقا بالعكس يعملون في مجالات عملية تماما ولكن هم مجرد نموذج لاشخاص مؤمنين بالديانة المسيحية والديانة الاسلامية يسعدني جدا ان يكون ضيفي اليوم الدكتور هاني توفيلس والاستاذ عصام بيومي الدكتور هاني توفيلس هو صيدلاني والاستاذ عصام بيومي هو اعلامي وكاتب الدكتور هاني توفيلس اهلا وسهلا بحضرتك معايا في البرنامج والاستاذ عصام بيومي اهلا وسهلا بكم معايا في البرنامج أهلاً. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بكم يعني زي ما قلنا يمكن في المقدمة انه سؤال هو مش سؤال يعني جديد هو قديم قدم التاريخ يعني. يعني السؤال الأول وهو إذا كان الله محبًا ورحيمًا إلى هذا الحد كما تزعمون أنتم يعني وأنا طبعًا اسمحوا لي يعني دائمًا أن أقوم بدور الطرف الغائب. فأنا هنا في هذه الحلقة سأتولى دور الملحد تمامًا. فهنا يعني أنا هسأل يعني تقولون يعني 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 الله الله محبه والله رحمن رحيم في الديانات في دياناتكم ولكن يعني اين هذه المحبه والرحمه؟ انتم مش شايفين يوميا في قتلى وصرعاء واغتصاب وقتل وسرقه ويعني كيف يعني؟ يعني امال بقى يعني اذا كان هذا الاله ليس محبا ولا رحيما كان ماذا سيحدث يعني؟ وايضا تقولون انه كلي العلم وهو كلي القدره يعني طيب يعني يعني ما هو هنا يعني معضله بقى يعني ما هو يا اما هو كلي العلم وكلي القدره وهو يوافق على هذه الفوضى وهذا التدمير اذا هو ليس عفوا ليس محبا ولا رحيما سامحوني يا اما هو لا يعلم ولا يقدر او السؤال الاجابه الاسهل من كل ذلك لي وجودة لإله يعني أحب أسمع دكتور هاني وبعد كده أسمع أستاذ عصام طف يمكن عشان أبسط الموضوع خالص خالص محمد هقوله في كلمتين صغيرين هل الإنسان مسير أم مخير أمم، تمام لو الإنسان مسير يبقى أنت ملكش أي حاجة في ال... الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الناس الطريقه اللي بتشتغل بيها الطريقه اللي بتخرج بيها وترجع الطريقه اللي بتاكل بيها لان انت مصير 100% لو انت مخير انت عقلك موجود كيانك موجود ذهنك موجود طموحك عملك كل ده انت اللي بتختار تعمل فيه ايه الله يعني ادانا الفرصه انه بيقول لك دي الطريقه بتاعتي دي الحاجات اللي انا بديها لك دي الرولز والاسس اللي انت بتمشي عليها وانت حر عايز تمشي عليها امشي مش عايز تمشي عليها انت ما تمشيش فالانسان ما هوش مصير الانسان مخير انت مخير انك تختار الدين اللي انت عايزه انت مخير انك تتجوز اللي انت عايزها او تعيش معاها انت مخير انك تعيش في انهي حته في الدنيا انت مخير انك تتعامل مع اي بني ادم باي طريقه مم. فده عشان بس اسهل بدايه الموضوع تمام طب يعني يعني اسمح لي يعني يمكن انا هتكلم برضو في يعني صلب الديانتين شويه يعني هنا هنا حد هيقول لك طيب معلش يعني حضرتك مسيحي والديانه المسيحيه تؤمن يعني ان ان الله لانه هكذا احب العالم يعني يعني لما يكون بذل ابنه الوحيد لهذا العالم طيب يعني بعد كده بقى سايب الشرور دي كلها يبقى عفوا انتوا بتدعوا شيء مش موجود يعني انتوا يبقى ما فيش اله بصراحه دي قصه مفتعله يعني ما فيش اله يعني سايب كل القتل ده يعني يعني لما يبذل ابنه الوحيد وبعد كده يسيب كل القتل وال والدمار ده ازاي يعني؟ ازاي؟ يعني عفوا انتوا انتوا مجرد عفوا انتوا مجرد يعني كل الاديان مجتمعه عفوا هي مجرد اساطير يعني سامحني طب هل الاب ما بيحبش عياله يعني؟ كعيله تمام اي اب بيتمنى دايما ان ابنه يكون احسن منه وبيربيه على احسن طريقه علشان مش هقول عليه يبقى عشان صورته ومثاله انما علشان يقولوا ده ابن فلان او الابن ده طلع من ظهر فلان او الابن ده كبر بالطريقه دي الابن ده ممكن يطلع عاق باي طريقه فالانسان هو اللي بيخلق المشاكل الانسان هو اللي بيخلق الشرور هو اللي بيقتل مش ربنا اللي بيقول له روح اقتل آه. ما هنا هنا الاختيار لو الانسان ده مصير من ربنا وقال له روح اقتل يبقى انا اقدر اقول لك ان ده مش اله انما ما انت اللي اخترت انك تقتل، انت اللي اخترت انك تسرق، انت اللي اخترت انك تعمل حاجه انت في الاخر لما بتروح البيت بيحصل لك نغز في الضمير. النغز في الضمير ده هو الصوت اللي احنا بنسميه صوت الاله يعني. طب يعني السؤال الاخير في الجزئيه دي يعني طيب فهمنا انه انا قاتل انا مخير كل حاجه. بس حط نفسك مكان الضحيه يعني طب انا ذنبي ايه طيب يعني آه الاله ساب القاتل ده مخير بكيفه يعمل اللي عايزه طب الضحيه ده ذنبه ايه انا ذنبي ايه انا طب ما انت عندك في كل الطبيعه الحاجات دي موجوده يعني انت عندك في الحيوانات مثلا لو خرج الاسد واصطاد غزال طب ايه ذنب الغزال انما شيء من اشياء اللي احنا عايشين فيها في الطبيعه يعني عندك الخير والشر عندك الاختيار انك تعمل الخير وعندك الاختيار انك تعمل الشر انك تعمل الشر انت ساعتها مش هتفرق انت بتعمله ضد مين واللي خد الشر ده او اللي استقبله منك ما هوش واخده منك بيقول لي يعني الحمد لله ربنا اختار لي ان انا اموت على ايد الراجل ده لا طبعا أه. لان ده مش اختياره أه. فانما انما ما هوش مصير انه يروح يمشي في النار عشان يتضرب بيها زي ما كنت بقول ان ال ال الكيان او الحياه اللي احنا عايشين فيها ما هياش للبني ادم بس. زي ما قلت ان هي في الحيوان، الحيوان نفسه ممكن بياكل حيوان. فايه ذنب الحيوان؟ زي ما قلت ان هو الاسد طلع واكل غزاله. ايه ذنب انما ده شيء من اشياء الطبيعه. مش معنى كده ان البني ادم لازم يطلع علشان يقتل. انما آه. البني ادم عنده مخ اكبر من الحيوان انه يقدر يحدد بيه اي طريقه هو عايز يمشي فيها. عايز يبقى شرير هو حر، بيبقى شرير. آه. عايز يبقى مسالم هيبقى مسالم عايز يبقى محب هيبقى محب ده مش اختيار من ربنا ده لا لا ينفي ان ربنا موجود وان ربنا ممكن يتدخل في اي لحظة وممكن يمنع حاجة وممكن يخلي حاجة فعشان كده الانسان بطبيعته هو اللي بيختار طريقة تكوينه وطريقة ازاي بيتعامل مع الناس التانية في الحياة تمام تمام طيب يعني يعني لو لو اخد تعليق برضه بس قبل ما اخد تعليق يعني برضه هدخل في صلب العقيده شويه يعني أنتم كمسلمين بتقولوا انه الله رحمن رحيم وانه كتب على نفسه الرحمه جميل قوي الكلام ده كلام انشائي لطيف وجميل جدا بس عفوا من فين برضه اشرح لي معلش سامحني فين الرحمة دي في الناس اللي بتتبهدل كل يوم والناس اللي بت بت يعني بتموت من الجوع بتموت من العطش والناس اللي بتموت من الحروب وال, 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 والاجرام ال, 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 الزايد والفائق في العالم يعني يعني انا ما شفتش الحقيقه آه, يعني آه, يعني اله او او ش... يعني انا ما شفتش انسان رحيم حتى آه, بيوافق ان ده يحصل للناس يعني. فازاي ازاي انت بتقول لي بقى الاله الرحمن الرحيم بتاعك وده موافق على حاجه زي كده يعني سؤال ممتاز بصراحه انا عاوز اقول بس الاول انه احنا بنتكلم دائما في قضايا فيها مفاهيم مغلوطه كتير او فيها عدم فهم كامل للامور لكن هنرجع لدوت خليني ابدا بس اقول لك قصه بسيطه جدا توضح كتير قوي من المفهوم دوت مفهوم الخير والشر هي أعتقد هي في ألف ألف ليلة وليلة، نسأل إن هي حقيقية لكن أنا أعتقد أنها من تأليفات ألف ليلة وليلة، هي قصة عن ملك ووزيره، الملك خرج في في رحلة، أو عفوا هي تبدأ عندما كان الوزير في 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 الملك ووزيره في مملكته، فحصل شيء من الوزير فالملك قطع إصبعه. فقال له لعله خير تمام انا اختصرها بسرعه يعني بعد كده خرج الملك للغابه كان يصطاد فوقع في اسر قبيله تاكل لحوم البشر عفوا يا عفوا الملك هو الذي قطع اصبعه فقال له الوزير لعله خير فغضب الملك وسجن الوزير ثم خرج للصيد فوقع في اسر القبيله تاكل لحم البشر فعندما اعدوه للشوي اكتشفوا ان اصبعه مقطوع فتركوها وعرف انهم لا ياكلون الا الاجسام الكامله فلما عاد للوزير ساله لماذا قلت فهمت الان لماذا قلت لي لعله خير عندما قطع اصبعي لكن لماذا قلت انت اصبعك لعلك لعله خير عندما سجنتك فقال له لانه لو, لو لم تسجني لكنت معك وكانوا اكلوني انا. هذه قصه بسيطه من التراث قد تكون ليست حقيقيه لكن توضح ان ليس هناك شرا مطلقا وليس هناك خيرا مطلقا. فان ما قد تعتقده خيرا قد يكون شرا والعكس ما قد تعتقده شرا قد يكون خيرا فنيجي لمعنى لمعنى الشر والخير ما هو الشر وما هو الخير نحن في عقيدتنا الاسلاميه نؤمن بان ليس هناك شر مطلق كما قلت ولا خير مطلق ولذلك ربنا يقول في كتابه ونبلوكم بالخير والشر فتنه مم. يعني الخير قد يكون ابتلاء فهي في الامر في الحالتين اذا جالك ما تعتقد انه خير او ما تعتقد انه شر هو اختبار فانت مثلا يمكن ان تهدى مثلا سياره جديده احدث موديل ثم تخرج يخرج بها الانسان للشارع فيحصل حادث ويموت هل كان السياره لي او السيارة حد هل كانت خيرا ام شرا يصعب التحديد هي في ظاهرها خير لكن في باطنها شر فالقصه قصه مفاهيم مغلوطه او عدم فهم كامل الأمور ويمكن ان نستطرد بعد ذلك اذا كان الوقت طويل في الاجابه طيب يعني خليني اسالك السؤال الثاني <applause> يعني وهو يعني انتو طيب يعني يعني كثير جدا من من المؤمنين بيقولوا انه الكتب السماويه دي صنعت نوع من انواع الدستور الاخلاقي والقيمي للبشر ولكن عفوا سامحني يعني يعني منذ متى يعني الايمان دليل على حسن الخلق يعني يعني في كثيرين جدا 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 من من الـ الـ الملحدين واخلاقهم اعلى بكثير جدا من المؤمنين كثيرين جدا 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 من أيضا المصلحين والمفكرين والفلاسفة والعلماء العلماء اللي بيعود لهم فضل في كم هائل من الاكتشافات اللي غيرت وجه البشرية تماما ملحدين لا يؤمنون بالإله فيعني يعني ما يعني ما هي ما يعني ما الإضافة الذي اضافها هذا الاله الى العالم. اوكي الاضافه يعني لم ي... لا يحضرني اسم الفيلسوف الذي قال انه يمكنك ان تجد ملحدا خلوقا لكن لا يمكن ان تجد الحادا خلوقا اخلاقيا. مم. لا اتذكر اسم الفيلسوف هناك مقوله بهذا الشكل انك يمكن ان تجد ملحدا خلوقا اخلاقيا لكن لا يجب لا يمكن ان تجد الحادا اخلاقيا وهذا يجيب على سؤالك ان ما اضافه الايمان أنه نظم الفكر والعلاقات بين البشر الإلحاد ليس فيه تنظيم لو سألت ملحدا ما هي أسلوبك في الحياة؟ لن يكون إلا العبث لأنه ليس عندنا أنا أنا عندي عمانية. أنا عندي منظومة أخلاقية أنا بتعامل هي. بالإنسانية أنا بتعامل بالإنسانية ما مش هي الإنسانية؟ ما... يعني سيكون السؤال التالي ما هي الإنسانية؟ ما هي الضوابط الطبيعة بالطبيعة. بالطبيعة بالطبيعة والإنسانية الطبيعية أنه ما فيش إنسان آه <applause> هيوافق انه الكذب مثلا شيء كويس يعني مش مش لازم اعرف ان الكذب حرام بس الكذب شيء مش كويس الخيانه شيء مش كويس يعني وبعدين هيرجع تاني يقول لك طيب يعني ايه يعني مثلا واحد اختراع زي مثلا البنج مثلا ده ده عالج وفرق مع ناس قد ايه آه ايه بقى يعني يعني في في ناس من كبار المخترعين اللي فادوا البشريه فوائد هائله وعظيمه جدا لا يؤمنون بوجود الخالق يعني ايه بقى؟ يعني خليني اقول لك الاول كان... خليني اقول لك الاول ان كثيرا من كبار الملحدين الذين يسمونهم ائمه الملحدين في العالم مم. منهم ريتشارد دوكنز تراجع عن افكاره منهم انتوني لو فلو تراجع عن افكاره وكتب كتاب سماه زيرس جاد هناك اله يعني اخرين مثلا زي ستيف لا ستيفن لو مايكل تولي كلهم تراجعوا عن فكره انكار الاله التي بنوها على فكره وجود الشر هذا بدايه للاجابه على سؤالك لكن آه يعني يقال انه بضدها تتميز الاشياء تمام فأنت كيف تعرف الشر لو لم تكن هناك الفضيله وكيف تعرف الفضيله لو لم يكن هناك الشر يعني لو ان مثلا لو ان الدنيا كلها نور نهار على طول على على الدوام كيف ستعرف ان هناك ظلام؟ لو ان الناس ليست لهم اعين غير مبصرين ويعيشون في ظلام تام كيف يعرفون قيمه النور او معنى النور؟ <applause> فمساله يعني انكار الاله لمجرد انك ترى الشرح الذي تتخيله شرحا كما شرحت قبل ذلك فهذه فكرة مضحوظة وتم رد عليها كثيرا وتراجع زي ما قلت لك أئمة الإلحاد تراجعوا عنها تمام ولكن لكي لا نخرج بس عن إطار السؤال الأساسي اه المؤمن ليس أفضل أخلاقيا ولا أكثر فائدة للمجتمع من الملحد بل بالعكس أنا ممكن أطرح لك أمثلة كثيرة جدا لملحدين فادوا البشرية في السياسه في الاقتصاد في العلوم في الطب في في الهندسه في العلوم الاجتماعيه في العلوم السياسيه في كل مناحي الحياه صحيح يؤمنوا بالاله خالص يعني الاله بتاعكو ده ما هو ما بيؤمنش بيه ولا له اي قيمه عنده ومع ذلك هو إنسان خير جدا وفي منهم ناس بيتبرعوا بملايين يوميا للفقراء في جميع انحاء العالم يعني مظبوط فنحن هنا عندما يعني سؤالك وانا اعرف انه سؤال افتراضي هو يخلط بين مفهوم العبادة والعمل أو الإيمان بالمورائيات والحياة الدنيا هناك فرق كبير يعني عندما نتكلم عن الإيمانيات لا فرق كبير يعني الملحد لا يضيف أي شيء للحياة ولا المؤمن يضيف أي شيء للحياة يعني أنا بإيماني كمسلم مثلا أؤمن بوجود الله لا أضيف أي شيء للحياة بهذا, بهذا المعنى أو بهذا المفهوم فقط والملحد كذلك بإنكاره لا, لا يضيف أي شيء ولا ينقص أي شيء من الحياة تأتي النقطة الأخرى التي هي العمل هي الحياة الدنيا لو الملحد اشتغل وعمل وأنتج واخترع أكثر مني إذا هو أفضل مني حياتيا ودنيويا ها كيف يقيم الخالق هذا هذه مسألة أخرى معي فقصة الفارق بين الإيمان أو اللاهوت أو الدين والحياة يمكن جدا أن أن يكون الملحد أفضل إنتاجا واختراعا وحصل يعني في في المئات القرون الأخيرة تفوق الغير المؤمنين والملحدين وأنتجوا واخترعوا وكذا وكذا. على الجانب الآخر تخلف من يقولون أنهم مؤمنين لكن هل هذا ينفي الايمان او يثبت الكفر او الالحاد؟ ابدا بالطبع لا ولكن وفي الجانب الاخر في جانب المؤمن المؤمن لو كان مؤمنا حقا وهناك ايمان حقيقي وايمان زائف <applause> لو امن حقا سيعمل وسيجتهد لن <applause> يجلس على الاريكه مثلا ويقول انا مؤمن هذا يكفيني عند عند خالقي و أنا اوكي انا كويس تمام <applause> تمام فهذه النقاط يعني زي ما قلت في البدايه المفاهيم بتختلف ويكون في قصور في الفهم وفي نقطه اخرى بس اشير هنا بسرعه ان معظم الملحدين ينطبق عليهم ما خيله عن جورج بوش الابن انه عنده يعني هيز سبان اوف اتنشن از فيري شورت انه قدرتهم على متابعه الفكره قليله جدا قدرتهم على الانتباه فهو يكلمك عن فكره فتضحضها فيرجع لك بنفس الفكره بعد شويه ويكلمك فيها تاني او ينتقل إن لحاجه مشابهه ويفضل يكلمك فيها تاني وهو مش فاهم ان هو مش فاهم المفاهيم عنده مغلوطه من البدايه. اها وهذه طيب. مشكله النقاشات في, في معظم الاحيان يعني. طيب طيب خليني اروح للدكتور هاني لاستكمال هذا السؤال. يعني طيب يعني انتوا بتقولوا انه مش شرط انا دلوقتي كمؤمن انه انا كوني بصلي او بؤمن بالدين الفلاني لا انا ما اضطش حاجه اللي هو اللي هيضيف فعلا لا يشتغل ويعمل طيب يعني اين العداله يعني يعني, يعني انا مؤمن ولم افد البشريه بشيء وهذا الشخص لا يؤمن وافاد البشريه كثيرا وبعد كده في الحياه الاخرى أنا الكسول أنعم وهو الثاني لا ينعم يعني أقل شيء لا ينعم إن لم يكن يعذب أو كده يعني فين العدالة هنا إيه يعني ده يعني إيه القيم العجيبة بتاعت الإله بتاعك ده لا هي مش قيم مغلوطة ولا عجيبة انا اللي عايز اقوله ايه مش انا قاعد ساكت وما بعملش حاجه وما بفيدش البشريه ربنا يقول لي خلاص انت انت قلت انك امنت بيا وبقيت مسيحي تعالى هاخدك هحطك في الجنه وخلاص لا ااا آه زي ما قال الاستاذ عصام ان في الاعمال اللي بتعملها لان احنا دايما بنقول ايه كما ان الجسد بدون روح ميت هكذا الايمان بدون اعمال ميت يعني دي دي ايه موجوده بتلخص الجزء ده الاثنين المؤمن والملحد عندهم مخ والمخ هو المسيطر على طريقه التفكير وطريقه الابداع الـ الـ الملحد الشاطر جدا اللي عمل اختراعات كبيره ما عملهاش من فراغ هو استخدم ماتيريالز موجوده بس هو كل اللي عمله انه نشط مخه شويه وشاف الماتيريالز دي لما تتحط مع بعض تطلع برودكت شكله ايه يفيد البشريه في ايه المؤمن ممكن يعمل نفس الحكايه لو استخدم مخه بنفس الطريقه انما لو ما استخدمهاش بنفس الطريقه هي دي المشكله الملحد لو فكر كويس جدا في الاختراع اللي عمله عشان يفيد بيه البشريه لازم يفكر جاب الماتيريالز دي منين هو ما بيخلقش هو بيوصل حاجات ببعضها والحاجات دي هي اللي بيطلع منها برودكت جديد والبرودكت ده هو اللي مفيد للبشريه انما او ممكن يكون ضار للبشريه زي برضو زي الاتوميك بومب والحاجات دي انما الفرق بين الاثنين انك وانت بتخترع الحكايه دي او انت بتركب الحكايه دي انت عارف ان ربنا هو اللي عندك خالق يخلق من العدم من العدم يعني مفيش ماده موجوده عشان يركبها على بعضها ويعملها آه. كائن واحنا قلنا اكبر اعجاز في التركيب هو جسم الانسان البشري آه. لو بصيت عليه كله هتقدر تجيب انت شويه اعصاب تحطهم مع بعض وتحط لهم عدسه وتركبها وتحطها على ميكروسكوب وبقت عين آه. آه. فلازم تفكر مين اللي وصل طريقه ان البني ادم يبتدي بخليه واحده جوه البطن بتاع الام بمزج خليتين ويخلق بني ادم كامل في اعضاء مختلفه وفي حاجات تانية مختلفه لازم يكون في حاجه خالقه المخترع ما خلقش المخترع استخدم حاجات موجوده وحطها مع بعض أه. ده الف... انما الخالق لازم الخالق لازم يخلق من العدم ده أمان. اللي يسهل عمليه التفكير دي أمان. طيب يعني قبل ما نكمل الحوار دعونا نتوقف مع مشاهدينا الكرام لمتابعه تقرير قصير عن اهم الاسئله للملحد مع المؤمن نتابع التقرير ثم نعاود اللقاء مره اخرى يقول الملحدون بينما تقول معظم الاديان ان الله صالح تماما ويعلم كل شيء وهو كلي القدره لكن في الوقت ذاته العالم مليء بالشر والاشياء السيئه تستمر في الحدوث لذلك لا يمكن ان يحدث هذا الا اذا كان الله غير راغب في منع الشر، وفي هذه الحالة هو ليس خيرا تماما، أو أن الله لا يعرف الشر، وفي هذه الحالة هو ليس كلي العلم، أو أن الله لا يستطيع أن يمنع الشر، وفي هذه الحالة لا يكون كلي القدرة. بالنسبة لإبداع الخلق وتفصيلاته، يرى الملحدون أن كل هذا يمكن تفسيره بالعلم والمعادلات الرياضية دون الحاجة إلى إله. يجادل الملحدون بأن المؤمنين ليسوا بأي حال من الأحوال أفضل أو أكثر فائدة للمجتمع من غير المؤمنين. يرى الملحدون أيضًا أن الدين كثيرًا ما يستخدم لتنويم الجماهير لخدمة الطغاة ورجال الدين، وأيضًا لاضطهاد النساء والأقليات. يعتقد الملحدون أن الدين قد فشل بشكل كامل على مر العصور في التغلب على المشاكل الدنيوية. واخيرا يرى الملحدون ان الكثير مما ورد في الكتب الدينيه المقدسه يتعارض مع العلم الحديث والمنطق. مشاهدينا الكرام بعد ان تابعنا هذا التقرير نعود لمواصله الحوار مع ضيوفنا. طيب يعني المره دي دكتور هاني اسال واقول انه يعني حقائق تاريخيه انه حاجات زي الاسترقاق يعني او الاستعباد، القتل، الاقتصاد، الحروب المدمره الدمويه في كثير منها بالوثائق والادله كانت بموافقه ودعم مؤسسات دينيه سواء من الدين الف او باء او جيم هذه حقائق بقى ما أنتم بتيجوا النهارده بتحاولوا تلو الموضوع تقولوا لا أصل دول ناس ما كانوش فاهمين الدين صح، ناس استخدموا الدين بشكل خطأ. يعني إيه يعني؟ يعني استخدموا الدين بشكل خطأ لمدة كذا 100 سنة. إزاي يعني؟ يعني أنتم بقى أنتم الجداد دلوقتي أنتم الأدرى بالدين والقدام دول ما كانوش فاهمين؟ فيعني أنتم بتحل يعني بتعللوا ده إزاي؟ لا هو مين قال ان الدين بيبيح الاستعباد وال والقمع والقتل الدين في كل الحالات بيحاول انه يرتقي بالبني ادم لوضع افضل في حياته في المجتمع اللي عايش فيه انت بتتكلم على عصور قديمه جدا ويمكن انت يعني انا اقول انك بترجع للتوراه في في الحالات ال الغزوات اللي كانوا عاملوها اللي لا لا حتى الزماني. بعد كده يعني مثلا مثلا حاجه مثلا يعني لو هنتكلم هنا مثلا عن لانه لان في امثله من الطرف ده ومن الطرف ده يعني مثلا لو هنتكلم عن الطرف المسيحي مثلا حاجه زي مثلا محاكم التفتيش مثلا يعني ما دي ما دي كانت حاجه موجوده فعليا مثلاً بس مش دي عملها مش عملها الدين عملها البشر يعني دايما ارجع بيها آه. ان البشر هو اللي فهمه غلط مش الدين هو اللي دخلهم دخل جوه دماغهم الخطا انما هل انت كبني ادم والابروف الواي اوف بيهيفير او طريقه التعامل اللي فيها خطا بشري تعولها على الاله ده حاجه غلط انت الاله زي ما قلت لك في الاول الحلقه خالص البني ادم مسير او مخير مسير ده في في ناس بيبقوا حياتهم كلهم بطبيعتهم <applause> فولورز بيحبوا ان يعني يبقى في ليدر وهم يطلعوا وراه ويسقفوا له ويقفوا وراه ويعضدوه ويساعدوه علشان هو بيحل لهم مشاكلهم. الانسان المخير اللي هو بيبحث ويشوف ويقول ايه الصح وايه الغلط ويختار لنفسه حتى لو اختار الغلط بس هو عنده حريه الاختيار وده اللي سابهولنا ربنا. طيب يعني دكتور هاني برضو عشان أدخل في مثال برضو واضح مثلا مثلا في بداية الألفية الجديدة البابا يوحنا بولس الثاني اللي هو البابا قبل قبل الحالي قدم وثيقة اعتذار للعالم كله اسم الكنيسة الكاثوليكية اعتذر فيها عن الحروب الصليبية اعتذر فيها عن استرقاق واستعباد الأفارقة اعتذر فيها عن القتل والذبح ل سكان امريكا الشماليه والجنوبيه اعتذر فيها عن محاكم التفتيش و... واحد هيجي يسال هنا يعني مع كامل الاحترام للبابا يعني هو ادرى بالدين من كل الباباوات السابقين هو ادرى بالدين يعني ما هو هو واخد الدين بتاعه من الباباوات السابقين والناس اللي قبليه يعني هل ده هل ده هل ده شيء منطقي؟ يعني أما انت 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 بطبعك محمد في الوضع الطبيعي ليك انت بتقدر تقعد مع نفسك شويه كده وتشوف ايه اللي عملته صح وايه اللي عملته غلط او طبعا. ايه اللي ورثته صح وايه اللي ورثته غلط لما تقعد وترتقي بعقلك لفتره نقاء تقدر تكتشف ايه الغلطات اللي قبل كده اذا كان هو قاعد واكتشف ما هوش اكتشف دين جديد هو ارتقى بطريقه فكره انه حتى حتى احنا بنقول لعيالنا كده نقول لما تغلط يا حبيبي اعتذر مش عيب عيب انك تبقى عارف انك غلطان وما تعتذرش فما هو ما عملتش حاجه غلط انه طلع واعتذر عن الحاجات دي يعني زي زي بابا فرانسيس اللي موجود دلوقتي بالنسبه يعني وراح اعتذر عن المدارس اللي كانت اتعملت زمان علشان الاطفال اللي اتقتلوا فيها بالظبط الفكر نفسه مفيش اي بروف لغايه النهارده ان في تحت الارض في جثث موجوده يعني حتى السونارز اللي طلعت وعملت كده ما طلعتش عظم طلع من تحت الارض ولو ده بحثت في الموضوع نفسه هتلاقي فيه شويه فلاس كتيره يعني هتلاقي ان في حصل وباء في عيال ماتت مش كلهم حصل لهم ابيوز لما يطلع يعتذر علشان يقفل صفحه سوداء دي طريقه كويسه لارتقاء الروح آه. ان ابتدى يعني يبحث في الدين من جواه مش يبحث في الدين تغييرا للدين انما من جواه هو ارتقى بروحه ان ايه العيب ان انا اعتذر علشان احسس اللي حواليا ان هم ناس حسوا بغلطه اتعملت في حقهم وانا بعتذر لهم والغلطه دي ممكن زي ما انت قلت بتاعت 200 300 سنه فاتت يعني الناس اللي حصل لهم الغلطه ما حدش فيهم عايش النهارده عشان يسمع الاعتذار تمام ده ارتقاء روح طيب يعني لو لو هتحول بالسؤال للاستاذ عصام يعني يعني انتوا طيب كمسلمين الله رحمن رحيم رؤوف كل الكلام ده جميل جدا بس لما اجي انا دلوقتي لي مثلا تنظيمات ارهابيه تروح تفجر اماكن وتغتصب ناس و وبعدين هو برضو بيقول لك انا أستند على الدين وفي منهم برضو ناس شيوخ معاهم شيوخ يعني يعني كل الناس دي مش فاهمه يعني معقوله كل الناس دي حتى ما فيش واحد في المية يعني مرجعيه صح عندهم كل الناس دول مدلسين يعني اللي عمالين يدبحوا الناس دول بيقول لك ان ده باسم الدين وبيقول لك طبقا للفلانيه وكذا وكذا او للحديث الفلاني ازاي يعني يا yeah. بالظبط زي ما قال الدكتور هاني يعني بد ان تفصل صحيح الدين عن تطبيق البشر البشر قد يخطئون في الفهم وفي التطبيق وهذا لا يحمل الدين تبعات ما يفعله البشر تمام لكن ال الذي تسال عنه انت اعتقد انه فكره انه ليه ناس بيتعرضوا للشر من غير ذنب اذا كنت فهمت يعني في السؤال في بدايته انه ليه الناس بتتعرض للشر من يعني بسبب تطبيق التطبيق الديني اه بالضبط يعني هو السؤال عن آه. آه. فانا الاله في هذه الحاله يعني هذه المساله يعني بحثت من جانب فلاسفه ومفكرين يعني حتى غربيين وبعضهم انكر وجود الاله بسبب ما سماه الشر المجاني انه مثلا واحد في الطريق ماشي تضربه عربيه يموت او واحد يروح يقتل واحد ياخد فلوسه مثلا <applause> او المه... ما... ما... يعني كل ما ه... يعني الى هذا القبيل من الاحداث او الافكار فواحد مثلا زي ويليام ترو قال ده دليل على ان ربنا مش موجود رد عليه ناس كتير منهم واحده اسمها آ... آ... جين ماري ترو وهذه فيلسوفه امريكيه وعرضته وقالت له ان اللي انت بتقوله ده تحديدا هو دليل اثبات وجود الله. وان م. انت بتتكلم بديهيه وهميه. وقالت له ان الاحتجاج يعني الانضباط العقلي يحتاج او يتطلب منك انك بما انك بتتكلم عن اين الله فانت اثبتت وجوده من حيث لا تدري. فاذا كنت في هذا, في هذا المنحى فيجب عليك اولا ان تتحدث عن صفات الله ثم تسال عن الشر والخير. وهذا يعدنا إذا كان الكلام ليس عن وجود الله لأنه مثبت حتى بالنفي الذي ينفيه الملحدون بشكل عكسي بأثر عكسي فإذا صفات الله وصفات الله الإله في, في أي يعني في عقيدتي أو في, في أي عقيدة أخرى هذه تخضع كما قلت لك لمفهوم الخير والشر كيف تفهم الخير والشر فإذا قلت أنا, أنا أفهم أنه ليس هناك شر مطلق ولا خير مطلق الخير قد يكون شرا والشر قد يكون قد يكون خيرا فهذه الفكره ببساطه يعني فكره الشر المجاني دي مجابه عليها لان كل انسان بياخد نصيبه تمام. فالذي مثلا الطفل قد يموت وهو صغير قد يجازى بذلك على الجنه مثلا لو عاش مثلا يعني وبلغ ال 50 وال 60 وفعل في حياته فعل قد يدخل النار مثلا يعني هذا نموذج فقط او مثال واحد ل انه الخير الخير ليس ليس الذي تعتقده انت بل الخير العالم الوحيد بالخير هو خالق الخير والشر تمام طيب م. يعني خليني اسالك بقى السؤال ده وبرضه اسمع راي الدكتور هاني فيه يعني هيجي شخص يقول لك طيب يعني الدين هو المفروض لرحمه ومحبه للناس عشان الناس تعيش حياه طيبه وافضل جميل جدا بس بعيدا عن كلامكم كل الانشائي ده كمتدينين خلينا اكلمك الواقع شويه معلش سامحني يعني هل تنكر ان الدين استخدم كثيرا جدا لتنويم الشعوب مغناطيسيا لخدمه دكتاتور او لخدمه رجل دين اساسا ولسحق المراه ولاستعباد البشر ما تقدرش تقول لي ما حصلش لا حصل معلش حصل طبعا <applause> جميل جدا طيب جميل جدا يبقى إيه, ايه بقى يعني ايه بقى الاله ده بقى يعني الدين الدين ده يعني هو هو منزل اديان عشان يتعب الناس يعني منين بس عمال تقول لي ان هو رحمن رحيم ولا الله محبه يعني ودي كلام ده كلام انشائي سهل يعني بس في الواقع لا ما حصلش الكلام بالعكس هترد ازاي يعني انه نستخدم بستخدم الدين بيستخدم الدين للتنويم الناس مغناطيسيا و, و... يعني تقوية الشرير بالدين يعني الشرير بيستخدم الدين لكي يستقوي على الطيبين السؤال ما زال لي مزبوط؟ آه آه بالضبط بالضبط آه يعني أنا أتفق معك تماما أنت وحضرتك يعني استخدمت كلمة استخدم يعني هو استخدم يعني هو استخدم يعني مش ده الصح يعني صح. كما قلنا من قبل صحيح الدين يختلف عن الاستخدام أو التطبيق او اساءه الاستخدام انجاز التعبير ولذلك ولذلك يعني العالم على ما هو من خراب ودمار وفساد بسبب هذا بسبب ما يحدث بسبب عدم الاستخدام الصحيح او عدم التطبيق الصحيح او عدم الفهم الصحيح للدين من اي دين على فكره يعني كل الاديان حصل فيها يعني اساءه فهم وتجاوزات واعتداءات من كل الاطراف ولذلك نحن فيما في هذا الوضع الذي نحن فيه، عالم مضطرب وعالم مشوه كما قلت في حلقه سابقه، نحن امام عالم مشوه واخد بالك؟ فيعني المساله واضحه يعني هناك اساءه لفهم وتطبيق الدين وهذا هو الحادث او الناتج ليها. طيب يعني احب اسمع رايك دكتور هاني بس يعني في نقطه يمكن برضو لو تكلمنا عن المراه شويه. يعني أقول لك إنه المرأة ما أخدتش حقوقها فعليا في العالم غير لما ابتدينا نشوف العلمانية وبعد بعد الدين عن السياسة لأنه يعني النصوص الدينية الواضحة الواضحة معلش سامحوني النصوص الدينية الواضحة بتضع المرأة في مكان مواطن درجة تانية على طول على طول يعني يعني طيب يعني هو مين اللي جاب المرأة مش مش علماء الإنسانية و يعني واحد زي كانت أو غيره أو غيره أو غيره أو غيره يعني الناس دول ملحدين لكن الدين بتاعكم لا المرأة دي لا تبقى تبع الراجل وتحت الراجل و و و رد عليه ازاي؟ لا ما انت مش هنقول دلوقتي احنا مش هندخل نفسنا في مشكله المراه دلوقتي احسن الحلقه كلها تتقلب علينا انما ال... الوضع الطبيعي السهل أنا هتكلم في حتتين الأول، هتكلم في الحتة الأولانية اللي أنت قلتها إن استخدام الدين في فرض السلطة أو في فرض القوة أو التنويم المغناطيسي للناس. لو أنت بتثق في واحد جامد جدا جدا يعني ومعندكش الرغبة في البحث اللي في اللي بيقوله لو قال إن الشمس دي فعلا لونها أحمر طول الوقت هتروح تقول للناس الشمس دي لونها أحمر لأن أنت مش عايز تدور مش عايز تشغل مخك فده اللي كان بيستخدم زمان في فرض السلطة عن طريق الدين إن بتستخدم الناس اللي هي عقولها مسيطر عليها بتفكير ناس أعلى منهم في التفكير وهم بيثقوا فيهم ثقة عمياء فبيجرهم وراهم للمشاكل فده ده الشق الاولاني يعني مش كل الناس انما الناس اللي بتدور وتشوف وعايزه تقول ازاي الحاجه دي حصلت هتعرف ان البني ادم ده بيكذب او بيتكلم صح. الحاجه الثانيه ان مش عشان المراه اقل من الراجل السلطات الدينيه بتقللها. المراه عندها عكسي عواطف جياشه جامده جدا عن الراجل ف... عملية الاداره القويه جدا بتلاقي عدد قليل قوي من السيدات اللي عندهم قوه الشخصيه القويه ان هي تدير اعمال كبيره جدا علشان تعملها وفي الباقي بال... بطريقه الحياه اللي احنا واخدينها في الاف السنين بتاعتنا ان المراه بتعتمد على الراجل ان هي تمشي في ظله مش هقول ان ده السبب الديني انما احنا ممكن نكون احنا اللي خلقنا الموضوع ده او اللي خلقيته نفسها المراه بتبعيتها للراجل في الحاجات دي عشان كده بتلاقي ان في سيدات نجحت جدا في المجتمع ومش لازم تكون مش مؤمنه او مؤمنه انما دي تكوين شخصيه ما هياش حاجه بنقول عليها ان هي الدين هو اللي قال ما تعملوش كده في المراه انما عمر الدين ما قال حط المراه قعدها جنبك وهي تبقى تحت رجليك وتسيطر انت عليها وتمشيها يمين وشمال وهتقول لك اه تديها مصروف الصبح او ما تديهاش دلوقتي في رجاله كتير قوي بتاخد مصروف من الست اني anyway واي فدي يعني حاجه مش مش دينيا ملاش دعوه ده اسلوب حياه مش اسلوب دين طيب يعني السؤال الثاني ما يساله لك دكتور هاني يعني دلوقتي ماذا قدم الدين للبشريه يعني ايه المشكله اللي حلها الدين في البشريه عفوا على الارض يعني وبعدين معلش بقى يعني انتم بتتكلموا كمؤمنين بتقولوا انه قبل أنا كان اتكلم على الاديان الابراهيميه يعني انه قبل ال... ال... الاديان الابراهيميه دي ما... العالم كان فوضى وكان فوضى ايه؟ يعني احنا مثلا النهارده مثلا مصر القديمه مثلا لو رجعنا مثلا ل مثلا برديه ماني مثلا من كتاب الموتى مثلا يعني هنلاقي انه عندنا قيم ومثل عليا جدا مش موجودة عندكم في القديم يعني أنا عفوا أنا مثلا في مجموعة أسئلة لازم أجاوب عليها بالنفي أو الإيجاب عشان أدخل الحياة الأبدية عند المصري القديمة مثلا أنه مثلا ضمنها أنا لم ألوث نهرا مثلا يعني شوف مستوى الرقي ف يعني معلش يعني أليس هذا استعلاء قوي أنه أن أنتوا عملتوا عملتوا طب ما وكان في قانون حمورابي وكان في يعني في الحضارات القديمة نجد انه في الحضارات القديمه بالعكس كان يمكن الموضوع ارقى وكان وشفنا ملكات في مصر القديمه وشفنا ملكات في العراق القديمه وشفنا في الصين القديمه وفي الحضارات القديمه جدا السبق. اه شفنا شفنا حاجات عظيمه جدا وقيم واخلاقيات ومثل عليا جدا وشفناها بنشوفها في البرديات وهي موجوده دلوقتي يعني فكان ايه لازمته الدين يعني؟ يعني ايه, إيه, إيه يعني إيه, ايه المشكله اللي هو حلها؟ يعني ما كان كله ماشي ممتاز جدا. انت لو ترجع للفراعنه ما كانوا الفراعنه بيؤمنوا برضو بالاله الواحد. او يعني لما حصل تعدد اديان عندهم ابتدوا ان أه. هم يضموا مع بعض ويؤمنوا بالاله الواحد. وكان في اديان كثيره قبل كده. انا ما بقولش ان الدين بتاعي اعلى من اي دين موجود. أو الدين التاني أعلى من الدين بتاعي أو أقل منه في, ال... في الرقي. الأديان كلها لو أنت بصيت عليها هتلاقيها بتسمو إنك إزاي تعيش حياة راقية زي ما أنت قلت. ده لا يعني إن الفراعنة زي ما كنت قلت إن هم عاشوا حياة راقية عندهم الإيمان بتاعهم بالطريقة بتاعتهم بال... بالخالق بتاعهم ده حسابهم عند عند ربهم بقى وعند ربنا بالطريقه بتاعت قلبهم دي حاجه تانية انا نفسي ما ربنا هيحاسبنا احنا ازاي. انا عارف ان ربنا بيحاسب على الخير والشر. ربنا بيحاسبك ان انت عارف فين الصح وعارف فين الغلط وعملت الصح ولا عملت الغلط. ده اللي انا مؤمن بيه واللي بمشي بيه على الخط بتاعي. انا مؤمن بيه ان ده موجود، وانا مؤمن بيه ان ده exists. هذا لا يعني ان الملحد يقول لك مش موجود، It's up to you. لان في الاخر انا وانت ول اوت لما لما نسيب الارض دي. انما ايماني انا هو اللي بيجرني ان انا اكمل في الطريق الصح لاني عارف انا مؤمن ان اخر طريقي فين لو انا مشيت صح. او اخر طريقي فين لو انا مشيت غلط. الفراعنه امنوا باله. العراقيين في في الحاجات القديمه بتاعتهم امنوا باله ملكه سبا او مملكه سبا زي ما كان بيقول الاستاذ عصام كان عندهم الاله وجود الاله ده الاله زي ما قلت انا يتلخص عندي ان هو الخالق اللي دم. هو ما حدش يقدر يعمل حاجه من العدم غيره هو تمام طيب استاذ عصام هل من تعليق على النقطه دي انا بس عاوز اعلق على النقطة نقطه انت حضرتك قلتها عن الفلاسفه الاوروبيين اللي هم اعطوا قيمه للمراه ومنهم كانت كانت هذا كان اذا لم اكن مخطئا كان تاجر للعبيد مثلا. ما اعرفش تعلمون هذه النقطه ولا يعني لا. دي نقطه لا دي نقطه معلش مش يعني مش مش, مش مرسخه تاريخيا قوي بالنسبه يعني قيل ذلك عنه قيل ذلك قيل. عنه ما آه قيل ما قيل عن ايمانويل كانت كثير بس ايمانويل كانت هو فعلا انا اقصد انا اقصد ان الفكر الوضعي مدرسه الاخلاقيات الحديثه انا اقصد ان الفكر الوضعي لا يمكن بحال ان يصنف مساويا او مقارنا بالوحي الالهي هم. سواء كان مسيحيه او اسلام او يهوديه يعني الوضع الفكر الوضعي البشري هو اقل بكثير من انه يضرب كمثل يقارن به الفكر الالهي المرجعي يعني هذه نقطه لكن إذا سألتني تعليقي عفوا فكرني بالنقطة الأخرى اللي كان بيتكلم فيها الدكتور هاني يعني هي هي الفكرة هو السؤال كان بيدور على الآتي يعني دلوقتي أنتوا أنتوا كمؤمنين قاعدين اه تجاعد دماغنا تقولوا لنا إنه الدين ده بتاع قيم وبتاع مبادئ وبتاع أو هو أو إيه وفيه... حل ايه يعني حل ايه؟ يعني هو إيه يعني حل ايه واللي قبليه كانوا ما قمه في الرقي و... وسايبين لنا لغايه النهارده يعني انتوا كمصريين او انتوا ناس مصريين هم انت لغايه النهارده بتفتخر بال... بالحضاره العظيمه اللي سابته ل... سابوه لك المصريين القدماء يعني طب مم. ما دول ما كانوش مؤمنين بالاله بتاعك يعني. تمام. يعني آه هذا اجابه على هذا فيها اكثر من نقطه يعني لكن اهمها أن يجب أن يعلم الناس أن الدين ليس مجرد يعني صلاة وصيام مثلا أو قيام وقعود وحركات و.. الدين في في أي دين هو الأخلاق ولذلك عندما جاء رسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ما قالش أنا بعثت عشان أخليكم تصلوا ولا تصوموا قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بحديثك عن الحقاب السابقة مثلا في عهد الفراعنة وما قبلهم أو بعدهم كانت الأخلاق عالية هذا لأن نحن نؤمن كعقيدة إسلامية بأن الله لم يترك عباده منذ خلقهم بلا توجيه وكانت هناك نبوات ورسالات في هذه الأوقات وكما أشار الدكتور هاني يعني في فترة من الفترات المصريون كانوا يعبدون إلها واحدا بأنبياء يعني مش نبي واحد منهم سيدنا يوسف مثلا وده في الفترة المتأخرة لكن قبل ذلك كان هناك أنبياء آخرين منهم يقال سيدنا إدريس مثلا بالك ففكرة أن الأخلاق كانت أعلى في الفترات السابقة قبل الديانات الإبراهيمية مردود عليها بأنها أيضا جاءت من الوحي الإلهي وهذا يتفق مع وجود الإله الذي لم يتخلف عن كونه ولا عن خلقه في أي وقت من الأوقات منذ أن خلق الأرض ومن عليها هو موجود وهو يتابع خلقه بالرسالات والنبوات والتوجيه والارشاد خلقه خلقه يضلون في بعض الاحيان فيجدد الرساله مثلا او النبي والارشاد ويستقيم حالهم ثم يعودون ثانيه وهكذا وقال لنا القران مثلا انه كانت في من قبلنا امم اعظم بكثير من اممنا وحضارات اكبر واهم بكثير من واقوى من مما نحن عليه وهذا اثبت حتى علميا بشكل جزئي ان مثلا حضاره مثل حضاره عاد او حضاره سبحان الله نسيت اسمها يعني اطلس نو اطلس المهم كان في حضارات يعني اثبتوا بالدليل ان هناك حضارات كانت اعلى بكثير من اللي من احنا الذي نحن فيه الذي يظن انه تقدم تكنولوجي وهكذا فيعني فهذه الفكره انه ان الله لم يترك خلقه وكانت هناك نبوات ورسالات وان المهم في الدين هو كله الاخلاق قبل الشعائر والممارسات. تمام طيب يعني السؤال التالي هو عن العلم. يعني هذا الاله هو العليم. يعني كل العلم ده مصدره هو هو مصدر كل العلم. ومع ذلك وهذه حقيقة لا تستطيع أن تنكرها كمؤمن عفواً ولا تبقى تغلط نفسك تم اضطهاد كم هائل من العلماء على مر التاريخ والمفكرين باسم الدين أيضاً بقى وهو السؤال الأهم في حقائق موجودة في الكتب الدينية تتعارض تماماً مع العلم ولكن اللي بيعملوه المؤمنين النهارده ان هو لما تم لما العلم اثبت شيء هم بيحاولوا يلووا عنق الـ 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 الكتابات الدينيه عشان بالعافيه يثبتوا انه لا لا ده هو صحيح علميا بس النص ما هو النص واضح بين ايدينا يعني انا دلوقتي لما اقرا مثلا حاجات في الكتاب المقدس او في القران عن خلق الكون ولا بت... لا معلش ده العلم بيقولش كده يبقى ازاي يعني ازاي هو خلق الكون ويقول كلام معارض للعلم ازاي يبقى خالق الكون ويسمح باضطهاد العلماء دول ورجال الدين يضطهدوا العلم اسمع الاجابه منك الاول بعد كده نروح دكتور انا اتفق معاك في, في في الجزء الاول انه تم اضطهاد العلماء في كل الاديان تقريبا وحتى الاسلام في فترات منه تم اضطهاد العلماء الذين حاولوا ان يعملوا العقل وطبعا في المسيحية تم في القرون الوسطى كان يحرق المفكرون والعلماء حرقا يعني في, في 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 ميادين عامة ويسمون بالمهرطقين وأشياء من ذلك بس لمجرد أنهم يحاولون تعديل شيء أو كده يعني وأيضا في الإسلام هناك برضه نفس الشيء وتم اضطهاد بعض وتم تكفير بعضهم طيب فين بقى فين العلم الإله العليم الجزئيه الاخرى التي تتحدث عنها انه في القران اشياء ضد العلم هذا ليس في في ورد علمي انا الذي اعلمه ان كل ما في القران تم اثباته علميا حتى هذه اللحظه لم يثبت اي خطا في القران الكريم واتحدى يعني اي حد يجيب خطا واحد في القران علميا القران قال ان البحار لا تلتقي مياهها ولا تلتقي واثبت علميا واشياء كثيره جدا فحتى انشقاق القمر مثلا لما القران ذكره جمعة في بريطانيا اثبتت ذلك علميا وقالت انه لا يمكن ان يكون تم الا بالطريقه التي شرحها القران يعني, ف... يعني انا اتحدى بقول لك بكل ثقه اي حد يقول ان في خطا علمي في القران لان هذه الرساله الخاتمه يعني نحن نؤمن بان كل الاديان هي دين واحد ورسالات واحده كان كان نسخ الكمبيوتر الله ارسل نسخ وطورها وقال ان هذه النسخه الختمة الكامله التي ليس فيها اي خطا. واضافه اخرى انه مع يعني مع الاعتذار طبعا انه يقال ان بعض الكتب السابقه قد تم تشويهها ومن هذا يمكن يكون جاء فيها الخطا او الخلط او ما الى ذلك. لكن القران كامل وليس فيه اخطاء ويعني يعني حاجة. عفوا 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 على ذكر بس التشويه والكلام يعني عفوا دي ادعاءات كلاسيكيه جدا ل انا ولذلك انا قلت لكل واحد منكم كل واحد منكم بيحاول يتخلص من تبعية الازعاجات بتاعة الدين وروح راميها على الثاني يقول لك لا ده تحرف لا يعني معلش سامحني ده وهنا زي ما اتفقنا طبعا انا في هذه الحلقه بتمنى دور الملحد تماما ف يعني فدلوقتي انه لا ما معلش ده كلام انتوا ده كلام يعني عفوا ده كلام انشائي فقط ولذلك انا تحفظت وقلت يقال يقال ان الكتب السابقه ليس فقط المسيحيه او اليهوديه حتى في كتب اخرى يعني ويقال انها يعني كان انتوا 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 بعضكم بينكر بعض يعني انتوا انتوا عاملين لنا بس ازعاج يعني انتوا بصراحه الاديان الابراهيميه من اول ما جيتوا عملتوا ازعاج في حياتنا هذه فكرة يعني كنا كنا مبسوطين ومرتاحين ايام الفراعنه القدماء وايام البابليين القدماء وايام الصينيين القدماء وقبل ما تيجوا انتم البراميه دي كنت حاجه جميله جدا وكنا راقيين وبنينا مباني عظيمه وعملنا اختراعات و... انتم بصراحه عملتوا لنا صداع في حياتنا من اول ما جيتوا الحقيقه وكلكم كله بتغلطوا ببعض ومزعجين يعني عفوا أن سامحني انت نبهتني الى يعني مشكله حقيقيه يعني في 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 قراءه التاريخ مش في دراسه التاريخ عفوا م. يعني انا اعتقد ان لم يبذل جهد حقيقي او مخلص لدراسه التاريخ لمعرفه الاديان السابقه مثلا بشكل كامل والحضارات السابقه بشكل كامل والربط بينها وبين الديانات الابراهيميه كما قلت لك يعني انا اخلص الى ذلك من ذلك الى انني كما قلت ليس هناك شيء اسمه الديانات الابراهيميه بمعنى انها تقطع مع الماضي هي استمرار للماضي وامتداد له. طيب خليني اروح هنا لم تخترع لم تخترع عداء مثلا تمام او شيء تمام يعني ممكن وانما العداء انا اعتقد انه طيب. قد خليني اروح للدكتور هاني لأن... 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 لان احنا جايين على النقطه دي في السؤال اللي جاي في السؤال اللي جاي, جاي, مثل جاي. مثل الفلسفه من منذ ما ظهرت الفلسفه ها التي ريفيوت التي دحضت تماما الان ها ها بدا الخلط والجدال والكلام جميل جميل سنقف عند هذه النقطه في السؤال الجاي بس انا عايز اروح للدكتور يعني برضه لو هنجيب العهد القديم يعني هنتكلم عن سفر التكوين مثلا برضو انتوا نفس الشيء برضو كلكم بتعملوا نفس الحاجة باختلاف أديانكم برضو تيجي برضو تجيب لي أجزاء من سفر التكوين تقول لي لا أصل دي يعني إيه اللي أصل دي يعني معلش سامحني في حاجات في سفر التكوين ما ضد العلم تماماً زي ما في القران في حاجات ضد العلم تماما انتوا بقى كل واحد فيكم بقى مسلم ولا مسيحي ولا يهودي تجيب لي تلوي لي عنق الكلام وتقول لي لا اصل ده متوافق مع العلم ترد عليه ازاي يا انت زي زي ايه في سفر التكوين مثلا يعني مثلا في برضه كلام عن برضه قصه يعني الخلق مثلا وبرضه مثلا حاجه مثلا يعني عن مثلا الحيه مثلا يعني ايه الح... ايه ده يعني ايه, الح... يعني, إيه الح... يعني ايه الحاجات دي يعني انتوا انتوا عمالين تقولوا لنا اساطير وحاجات حاجات ضد العقل والمنطق وبعدين عايزني اصدق انا الكلام ده يعني لا. وده على سبيل المثال يعني. اتاخدت كمثال للشيطان كمثال ان هو بيدخل الفكر الشرير مش اكتر من كده انما هل هي كان شكلها حيه فعلا او لا دي حاجه تانية خالص انما اتخذ دايما الكتابات خدها بالفهم المجمل مش التفصيلي. ما هو كان ممكن, ممكن يقول لك الخفاش مثلا مكان الحيه ويكتبها لك كده. انما الوضع ان هو الحيه بالامثله بتاعتها ان هي ناعمه وبتمشي بشويش وتبتدي تغريك وتقول لك حاجات يعني هو التاخد المضمون بطريقه الكاتب اللي كتب الموضوع عشان يوصله للمخ البشري بطريقه سهله. ما هو ممكن تقول يعني واحده شكلها جميل وتيجي هي اللي تغري حواء مش المشكله ان هي الحيه الحيه اللي هي طلعت واتكلمت وقالت لحواء روحي خدي التفاحه دي وكلي منها عشان ربنا يقول لك كده انما لا ده الفكر الشرير نفسه وتخيل تخيل الكاتب ليه التناقضات اللي ممكن تكون موجوده برضو بتعود لطريقه الكاتب والحقبه اللي كان عايش فيها لان لو رجعنا تاني بقولنا الفراعنه وان هم كانوا احسن ناس وكانوا ممتازين جدا والبقيه الحضارات اللي كانت موجوده حواليهم انت عارف يا محمد ان التاريخ يكتب بالمنتصر أه. ما بيكتبش بكل الطرق بتاعته انت عمرك لقيت مثلا في الحاجات اللي مرسومه على المعابد ان رمسيس الثاني اتغلب في غزوه راح عملها أه. مش هتلاقيها مكتوبه كده انما هتلاقي الملك اللي جه بعده بيقول لك ان رمسيس مثلا ده اتغلب في الحته دي او انا اللي غلبت رمسيس او انا اللي قتلت الملك اللي قبلي او انا لان دايما التاريخ بيكتب بطريقه المنتصر الحدوته ما بتبقاش كامله فمش كل الحدوته اللي احنا عارفينها على الفراعنه ان حياتهم كانت كلها رقي وكلها كده يعني برضو من ضمن الحوادث الموجوده ان معروف ان موسى قتل واحد من المصريين عشان كده راح في في الصحراء قعد 40 سنه تمام. فكان في في مشاكل وكان في حاجات موجوده فالفكر الديني والكتابة الدينية أو الكتب الدينية اللي موجودة كتبت بكتاب بوحي من الله إنما الطريقة اللي كتب بيها اتحط فيها الفكر البشري بتاع البني آدم بطريقة الكتابة إنما ال... إزاي يحول ليك حاجة مش هتبقى صعبة عليك على الفهم إنها يقربها لمخك إنك تفهمها مش أكتر من كده طيب يعني آه... لو هنتكلم برضو عن القصص الديني وسؤال الدكتور هاني وبعد كده أحب أسمع تعليق أستاذ عطام يعني خليني أخذ بعض القصص اللي موجودة في الثلاث أديان مثلا على سبيل المثال سادوم وعمورة أو سادوم ونجامورة أو يعني قصة القوم اللي كانوا مع النبي لوط مثلا إنه طيب يعني كان في عقاب ما لهؤلاء القوم لسبب معين بس طيب العقاب ده ليه يجي على الاطفال ذنبهم ايه طيب وعلى الحيوانات ذنبهم ايه يعني ذنبهم ايه مثلا آه برضو انه مثلا لو جينا العهد الجديد مثلا يا, يا مثلا الارواح الشريره تخرج في خنازير مثلا والخنازير تن... طب الخنازير دي ذنبها ايه يعني دي كائنات ضعيفه لا حول لها ولا قوه يعني يعني ليه ليه يعني يعني, يعني عايز تعاقب عاقب العاقب الشرير يعني لكن طفل مالوش ذنب او او حيوان بريء ليه يتعاقب يعني؟ آه اللي انت لو خدت القصة بتاع سدوم وعمورة هتلاقي ان ربنا كلم آه النبي ساعتها وقال له لو لقيت لي ميت واحد انا مش هعمل حاجة <applause> فخرج ورجع وقال له ما لقيتش ميت واحد قال له طب لو لقيت خمسين رجع وقال له ما لقيتش خمسين قال له طب اخرج وهات لي عشرة قال له ما لقيتش عشرة فده دليل ان البلد كلها كانت متدمره واعتقد احنا والأطفال، عايشين الاطفال الاطفال يا دكتور هاني يعني الاطفال الاطفال اخبارهم ايه انت عارف في ال... في العهود القديمه دي كلها كان كل الحسابات بتتعمل على الميل ادلتس يعني حتى في الكاونت الذكور بت... الكبار يعني الذكور آه. الكبار. آه. ال... والميل يعني حتى الفيميل ما كانوش بيبقوا محسوبين آه. الذكور في... بس الناس لا يحسبوا ما اه يعني مش منلاقي حسابها يعني هم نكره لا آه ما بيتعدوش ما بيتعدوش في, <applause> <applause> في الحاجات دي علشان يقدر يحكم ان انا عديت 100 راجل 500 راجل 1000 راجل مش آه اقول ايه 1000 راجل و200 ست و13 عيل اوكي فلما يروح عد لي دولا بيعد بيعد الرجاله اساسا وده كان معروف جدا في في الفتره بتاعه العهود القديمه دي كلها ان التعداد كله بيبقى معدود لل ادلت ميل حتى مش اليانجر ميل الادلت ميل هم اللي كانوا بيتعدوا في اي تعداد من دول فربنا لما عارف جواه ان لو ساب حد باقي من دول ممكن يكون سبب لشر تاني فلما حصل في سدوم وعمورة ان اتمحى كل الموجود علشان يمحي الخطيه دي من جذورها ما تبقى اختفت في الفتره دي من الزمن احنا عايشين في نفس الفترة دلوقتي يعني فممكن توصل نار قريب علينا بس ربنا يستر ونبقى احنا دينا المرحلة دي ال القصص الثانية اللي هي في الخنازير او الحيوانات الشيطان دايما بيخش جوه فكر البني ادم والسهل ان هو يلعب في مخ البني ادم لان احنا دايما عارفين ان البني ادم هو العاقل اللي بيفكر ويعمل كده فلما يروح للخنزير مش هيلاقي فيه تفكير يقدر يخليه يأذي اللي حواليه أكتر آه. عشان كده بيخلص من الفكر الشيطاني بتاعه في الفترة دي ويغرقه كله في المية ويبقى خلص من الفكر في الفترة دي بتاعته ده, تمام ده انت... تفسير تفسير مش هقول لك تفسير ديني على قد ما هو تفسير لل... للمعرفة الدينية بتاعتنا احنا في الفترة اللي اتعمل فيها الحدثين دول تمام طيب الاستاذ عصام يعني نفس برضو مثلا قصه سدوم او او مثلا الطير الابابيل او كل القصص برضه في القران برضه في قوم بيهلكوا بس برضه القوم كلهم على بعض كله 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 ليه ليه يعني في اطفال في حيوانات بريئه ليه ليه يعني ليه يعني هل هذا الاله ما يقدرش ما يقدرش ان هو يقتل بس الاشرار المفروض ان هو طبعا قادر يعني ليه 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 مثلا يعني لما مثلا الجراد والقمل وكل الكلام ده كله مثلا يبثوا على مثلا الفرعون مثلا طب ما الحاجات دي اصابت ناس برضو تانية برضو يعني ناس غلابه يعني طب ليه ليه تمام خليني اكد تاني عشان انت رجعت كررت كلمه انه القران فيه قصص لم يتعارض مع العلم فانا بقول لك لا لم يحدث لحد هذه اللحظة أن أن في أي قصة أو معلومة في القرآن تعرضت مع العلم ولكن أنطلق في الإجابة من اللي قاله الدكتور هاني أتفق معاه 100% أنه مثلا سدوم وعمورة لما أهلكوا بالكامل يعني من وحي القرآن القرآن ادانا نموذج قبل كده وشرحه بالضبط اللي هي قوم سيدنا نوح لما دعا عليهم وقال إنك إن تذرهم لا يلدوا إلا كافرا أو فاجرا كفارا يعني الله يعني هو حتى النبي مش الله نفسه النبي من من معاشرته ليهم وخبرته بيهم علم انه لن يكون منهم مؤمنا ابدا تمام لكن لو انتقلنا للمستوى الاعلى اللي هو المستوى الالهي الله عندما يهلك قوما ويعلم ان فيهم مثلا بعض الطيبين يعني حتى الدكتور هاني قال لك انه خرج ملاش حتى عشرة يعني كانش بس كان هو وبناته حتى زوجته كانت كانت فاسده تمام؟ فلو حتى بفرض انه هلك بعض الطيبين فنرجع لفكره الخير المطلق والشر المطلق. يعني ممكن يكون مقتلهم معهم هو خير لهم ويخشوا الجنه لو في اطفال مثلا قتلوا في هذه القريه مثلا وهم صغيرين وما يعرفوش حاجه يكون مصيرهم الجنه. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحتى في في عقيدتنا الاسلاميه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول انه يعني السيدة عائشة بتسأله كان يتكلم عن إنه لو هلاك مثلا مجتمع معين أو كده فقالت له أيهلكنا الله وفينا الصالحون فقال لها نحن وبهم يبدأ ليه؟ لأنه زي ما اتفقنا قبل كده أو قلنا قبل ذلك الإيمان يختلف عن العمل حتى في الدين بقى يعني مش في العمل الدنيوي حتى في العمل الديني أن تكون مؤمنا لنفسك لا يكفي لكن أن تكون صالحا لا يكفي لكن لابد ان تكون مصلحا ايضا حتى يستقيم المجتمع يعني قريه سدوم دي مثلا وعموره لو كان فيها مصلح واحد ربما لم تكن اهلكت لكن لانه لم يكن فيها لا صالح ولا مصلح اهلكت بالكليه فالفكره هنا يعني اه فكره كمان يعني تؤكد انه معلش يعني يعني الذي ذكرته عن عدم او بعض وجود بعض الاشياء الغير العلميه في القران قصة ابراهام مثلا الاشرم والطير الابابيل هذا يثبت صحة القرآن يعني الطائر الابابيل نزلت على جيش ابراهيم بالتحديد ولم تصب أيا من أهل مكة مثلا ولم تصب البيت الحربي الذي كانوا يريدون هدمه وهذا مثبت يا بس يعني حيوانات أبراهيم جميل بس جيش ابراهام ده كان في حيوانات بريئة مأمورة يعني الحيوانات ده رددنا على, على ذلك بما هو أهم من الحيوانات اللي هي البشر عندما يهلك الله البشر بغير ذنب ربما يكون مصيرهم الجنه اختار لهم الله ان يموتوا بهذه الطريقه ليجازيهم بالجنه مثلا تمام فالمساله مردوده عليها كلها يعني طيب يعني اخيرا وليس اخرا السؤال الاخير هو عن العدل الالهي يعني العداله 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 والعداله المطلقه وانه في الحياه الاخرى يبقى فيه العداله تماما وكل واحد لن يفلت جميل كلام انشائي لطيف جدا بس بنلاقي الإله اللي انتم بتكلموا عليه ده بيجيب واحد بيتولد فقير جدا ضعيف جدا ممكن كمان عنده عيب خلقي وفي نفس الوقت واحد تاني بيتولد عنده عكس كل ده مولود بدون اي يعني مجهود بذله يعني الثاني ما عملش اي شر عشان يعاقب بده والثاني ما عملش اي حاجه عشان يتولد في منتهى الوسامه في منتهى القوه في منتهى الغنى وفي وفي منتهى حتى السطوه الاجتماعيه فين العداله يعني السؤال الاستاذ عصام بعد كده احب اسمع تعليق دكتور هاني يعني ايه ايه فين العداله بقى هنا يعني يعني هو بالحظ كده بالحظ كل واحد بحظه يعني انت انت وحظك يعني يعني بدايه اقول لك ان ان الله الخالق يقول في قرانه الخاتم ولا يظلم ربك احدا يعني ربنا ما بيظلمش حد طب فين بقى دقيقه الظلم هنا؟ إن؟ انا جاي لك اهو تمام ونعود للفكره المبدئيه التي بدات منها والتي قلت ان احنا سنركز عليها اليوم المفاهيم ما هو مفهوم الخير ومفهوم الشر؟ هل الوسيم افضل من الذي اقل وسامه منه او من القبيح؟ هل القوي افضل من الضعيف؟ هل الغني افضل من الفقير؟ يعني هذه اشياء نسبيه لا يعلم حقيقتها ولا فائدتها او شرها او ضرها الا الله. ولذلك احنا نقول ان البشر جميعا متساوون في الاختبار لكن الاختبار قد يختلف شكله فأنت قد تكون غنيا نعم فتسيء استخدام مالك مم. فترتكب به المخالفات والاعتداءات وتعتدي على جيرانك مثلا وتتعالى عليهم فيكون شرا لك وربما هناك فقير يحب الناس ويحب الـ 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 كل من حوله فيكون خيرا لنفسه وخيرا لمن حوله فهي هذه الفكره الاساسيه ما هو الخير وما هو الشر؟ يعني البنت التي تولد تولد مثلا فقيره او مريضه ثم تموت مثلا وهي طفله من قال ان هذه حظها سيء مثلا في الحياه؟ ها؟ العقيده العقيده التي لا ادري بالضبط عن المسيحيه او اليهوديه لكن العقيده في الدين ها؟ ان من يموت وهو طفل مثلا فهو في الجنه لانه لم يبلغ سن التكليف فالله ليس ليس بظلام للعبيد، لا يظلم ربك احدا. لا اريد ان اطيل يعني. تمام، <applause> <applause> طيب يعني نفس السؤال برضه دكتور هاني يعني امراه ولدت في منتهى الجمال، واحده ولدت في منتهى الجمال. وواحده ولدت اقل جمالا، وواحده في منتهى الجمال وفي منتهى الثراء وألانس ناس اقويه جدا وبتاع. وواحده ثانيه ما عندهاش كل ده. أه وبعدين الاثنين بيحبوا مثلا واحد حب صادق جدا الفقيره الضعيفه دي بتحب حد حب صادق جدا والثانيه الغنيه دي هي المتعاليه عليه بس الشخص طبعا بينبهر يعني هو منبهر بجمال التانية دي فائقه الجمال جميله جدا وغنيه جدا وكل حاجه والثانيه اللي بتحبه بقلبها تماما هو مش باصص لها طب ايه ده يعني يعني هو ليه خالق الناس يعذبهم ليه؟ يعني يا ذنبها ايه البنت طيب؟ يعني ليه ليه مش ليه مش ليه ما يعني يعني الغنيه دي اللي هتحبه هتتجوزه بسهوله جدا لان هي اي حد يتمناها لكن الثانيه دي آه لا للاسف يعني طب ايه يعني هو خليها عشان يعذبها يعني ليه كده يعني؟ انت ليه بتختار لي الاسئله دايما اللي فيها ستات؟ طبعا انت بص ده احنا دايما بنقول ايه ربك رب ايه؟ رب قلوب الجمال ده برضه شيء نسبي الجمال ممكن يكون جمال روح جمال نفس جمال قلب جمال طيبه جمال م. شكل جمال قوام كل كل الحاجات دي ازاي انت بتستخدم الوزنة بتاعتك احنا بنعتبر اي أي صفه عندك دي وزنه والوزنه دي انت بتستخدمها او توجهها في اي اتجاه يعني لو انت استخدمت جمالك في الاغراء انت بقيت شرير لو استخدمت جمالك انك انت تروح تجيب ناس ما جمال عشان تقول لهم تعالوا عشان اوريكم الحاجه الجميله اللي عندك شكلها ايه يعني انت بتستثمرها لانك بتخلق فيها نوع من الجمال للبني آدم التاني ده الشخص اللي عايز يجوز بقى الجمال الشكلي هو حر هو غلطان هو زي ما احنا قلنا الانسان مخير انت عندك حريه الاختيار انك تختار القلب النقي او الشكل الجميل مش لازم بكل جمال الشكل هو هتاخد انسان كل واحد فينا عنده جزء جميل وجزء قبيح كلنا فينا جميل. فانت ايه اللي بيتغلب عليك اكتر في وزناتك الجميله عشان تديها للناس مش اكتر من كده تمام يعني أنا الحقيقة في نهاية اللقاء لا يسعني غير إني أشكركم جداً على تشرفكم ليا في الحلقة دي، و... وأرجو إن أنا أكون يعني قدرت إن أنا أقوم بدور الملحد بشكل جيد، يعني بصفته هو الطرف الغير موجود في الحلقة هنا معانا، يعني بشكركم جداً الحقيقة على وجودكم معايا خلال الحلقتين دول و اتطلع ان اتشرف معاكم يعني بيكو معايا في حلقات قادمه ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور هاني توفيق شكرا جزيلا استاذ عصام بيوم ميرسي يا محمد شكرا جزيلا يعني مشاهدينا الكرام يعني لو نظرنا للموضوع بشكل يعني زي ما بنقول يعني هو البرنامج اسمه خارج الصندوق خلينا نبص الموضوع خارج الصندوق شويه بتجرد كامل بحياديه تامه يعني يعني هو بدون أدنى شك إنه الإنسان يعني الإنسان دائما عنده شعور سواء كان مؤمنا أو ملحدا، عنده شعور إنه هو مخلوق أرقى ومخلوق أعلى من سائر المخلوقات الأخرى. بس هو أعلى في إيه؟ يعني هل هل الإنسان أقوى من الأسد مثلا؟ إطلاقا هل الإنسان أسرع من الغزال مثلا؟ إطلاقا هل الإنسان عنده قدرة على التحمل مثلا الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة زي العقرب مثلا؟ إطلاقا يعني عفوا النملة النملة أحسن من الإنسان كتير جدا لو نتكلم عليها ك... كقدرات تحمل وقدرات حمل وكل الكلام ده النملة أفضل بكتير جدا من الإنسان طب ايه ايه الصفه يعني ايه هي الصفه اللي بتخلينا ايه الشيء اللي بيخلينا كده هي هي الاخلاق هي القيم هي المبادئ هي المثل هي النظام فهو يعني المعيار الاساسي فعلا هو الى اي مدى انت بتفيد الاخر ويعني إنجاز التعبير، يعني أنا هل هل يعقل إن أنا دلوقتي أقول لواحد إنت صديقي وحبيبي وروح قلبي وكل حاجة؟ وبعد ما نخلص الكلام ده أروح ماسك مثلا الموبايل بتاعه كسره نصين أو أقوم أحرق عربيته طيب يعني هيقال عني إن أنا شخص مختل عقليا صح؟ طيب فهو بدون شك يعني أنه أكبر دليل لأي مؤمن على حبه لهذا الخالق هو أن يحب مخلوقاته يعني مش ممكن أكون مؤمن بهذا الخالق بجد وما أحبش مخلوقاته وهل هذا الخالق على دراية أنه هل هذا الخالق مثلا على دراية أم لا يعلم أنه مثلا دكتور هاني يؤمن بالديانة المسيحية وأستاذ عصام يؤمن بالديانة الإسلامية طبعا عارف أكيد وإلا لا يكون هذا الخالق اللي أنتم مؤمنين به. فطيب هل هذا الخالق بيفرق مثلا؟ هل بيدي ده مثلا ميه ويمنعها عن التاني؟ هل بيدي ده هواء ويمنعها عن التاني؟ فبالتالي يعني في حب غير مشروط هنا، في في عطاء غير مشروط، في فبالتالي إذا كان شخص فعلا بيؤمن بهذا الإله بجد مش تمثيل أول دليل أكبر دليل إن هو يؤمن يعني يحب هذه المحبه الغير مشروطه لكل المخلوقات وللحيوانات وللنباتات لكن انا مؤمن جميل ولكن انا بكره فلان وبكره فلان وبكره فلان وبكره فلان, وبكره فلان وفلان, وفلان, وفلان 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 اشوف اي حيوان ابتدي اعذب فيه واذي فيه واضربه وأه. اروح الوث الانهار اروح اقطع الشجر طب يعني اي نوع من الايمان ده فهنا هنا هي هي يعني المنظومة الأخلاقية والمنظومة القيمية وأيضاً الفائدة. يعني لازم أكون مفيد في الكون إذا كنت أنا مؤمن بهذا الخالق أن هو خلق هذا الكون. طيب يعني أنا أنا جاي عشان أعيش فسادًا في الكون اللي هو خلقه ده وأنا بحبه؟ يعني يمكن دي نقاط أحيانًا يعني بتكون غايبه عن ذهن الناس بعض الاحيان او 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 بينظروا لها بالمرتبه الثانيه بس هي الشيء الاساسي انك تكون شخص مفيد للي حواليك وتكون شخص بالعكس بتدرا الاذى عن اللي حواليك يعني. يعني في في البدايه والنهايه دائما يعني العالم لم يكن ابدا منذ بدايته حتى يومنا هذا يعني أحوج ما يكون للأخلاق أكثر من أي شيء آخر، أحوج ما ما يكون للحب الغير المشروط. جربنا كثيرا جدا جدا عبر الأصول الاستعلاء باسم العلم باسم الدين باسم الوطنية باسم العرقية باسم الإثنية باسم 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 لم تؤدي بنا إلا إلى قمة الدمار اللي إحنا بنعاني منه باستمرار. يعني لابد من فهم معنى فعلا رقي الإنسان أن يكون راقيا بأخلاقه ومحبته الغير مشروطة للجميع مشاهدينا الكرام حتى نلتقي بحضراتكم مرة أخرى دمتم بكل أمان شكرا جزيلا